دي كواليس نادي الزمالك. هاتوا لنا بقى تمنيه نادي الزمالك عشان ندخل في كواليس اخرى. طيب نيجي بقى للجلسه، ادي اهو الاستاذ احمد جلال ابراهيم مرافقا لبعثه نادي الزمالك في المغرب. بكره ان شاء الله هيبقى في جلسه ما بين امير مرتضى وما بين بن شرقي وما بين اخو بن شرقي، او ممكن بن شرقي ما يقعدش واخوه يقعد. خلاص الجلسه دي مهمه جدا لان طبعا لعيب مهم ان هو يجدد في الفتره اللي جايه. وعلى فكره بن شرقي الى الان ما عندوش عروض، لم تاتي عروض رسميه الى الان لبن شرقي. وجود بن شرقي في نادي الزمالك اصبح خلاص يعني بصفه كبيره بن شرقي متواجد في نادي الزمالك الى الان. يعني نادي الزمالك ما عندوش مشاكل مع لعيب بن شرقي، طارق حامد، ابو جبل، مين تاني؟ هم دول اهم ثلاثه. وعوده فرجاني دي قصه تانية احنا اتكلمنا فيها، واول من تحدث فيها هو برنامج اللعيب، وهنرجع لكم بالفيديوهات. طيب ادي فرجاني ساسي، للعلاقه دلوقتي بقت متواصله مع اداره نادي الزمالك. على فكره نادي الزمالك كسب قضيه معروف يوسف. نادي الزمالك في قضيه معروف يوسف كان الراجل رافع قضيه انه ياخد 10 مليون و4 مليون، يعني 14 مليون قيمة الفلوس اللي كان عايز يتقاضاها معروف يوسف، نزلوا ل 8 مليون وعملوا تسوية مع معروف ب 4 مليون، يعني تعالى معروف خد 4 مليون ونسوي كل الفلوس دي. معروف رفض، الزمالك استأنف كسب القضية، معروف ملوش أي حاجة. يعني الزمالك كسب قضية معروف يوسف وأصبح معلهوش أي فلوس لمعروف يوسف. طيب عندنا تليفونات يا جماعة. طيب هيكون معانا تليفون مهم بعد دقائق. عندنا القيمة التسويقية. الأول عايز أتكلم عن جدول الدوري. هتقولنا جدول الدوري المصري هنتكلم عليه، وهنتكلم على ترتيب القيمة التسويقية لفرق الدوري المصري. نادي الأهلي في المركز الأول 530 مليون و950 ألف جنيه. طيب هناخد جدول الدوري الأول عشان الناس كل فترة يعرفوا إيه الموقف، موقف الأندية في الدوري المصري. الأهلي في المركز الأول بيعتلي الصدارة، لعب 8 مباريات، فاز في 7 وتعادل 1، ليه 23 ليه 22 نقطة. خلاص بيراميدز في المركز الثاني برصيد